وما دامت كذلك فلا يليق بطبيعة الحال أن تقع فيها مزايدات سياسية. ولكن كنتأسفوا من اللي كنشوفوا اللي تيوافقنا على هذا المنطق وتنقول سبحان الله كأن الرشد سوف يرجع إلى بعض التصرفات السياسية التي كنا نفتقدها فيها. كنشوفوا نفس المنطق عاوتاني كيرجع. واسمحوا لي الإخوان باش نقول لكم بأن بعض الإخوان اللي دخلوا في الأول ومشاو يثيروا إشكاليات مرتبطة بأمور دقيقة أنا بعدا والله ما عارفها. ما عارفش باللي ولد السي الشوباني تختار رئيس ديال الطلبة، حتى عرفتوا ما عرفش شكون هاد الجهات السياسية اللي عندها هاد المتابعة الدقيقة اللي غادي تعرف الولد ديال السي الشوباني تختار رئيس ديال الطلبة في إفريقيا. هو هذا طبيعي ولد الوز عوام هذه معروفة. ولكن أنا ما عندي مانع، أنا ما عندي مانع، ولكن غير يعطيوك السي بن شماس الأخبار بطريقة دقيقة. إذا ثبت هذاك الشيء ما عندكش الحق تهضر بالتن، كنت كتكلم سكتت كملتي. إذا ثبت أن السي الشوباني كان حاضر هذاك النهار هو كيقدم استقالته من الحكومة الآن وكيتحداك أنت، إذا ثبت أنه ما كانش حاضر تقدم استقالتك، باش هذه المرة ملي تجي تتكلم تقول الأجهزة ديالك اللي كتعطيك المعلومات تكون دقيقة. غنزيد ونقول لك السي بن شماس عيب وعار هاد الأجهزة اللي كتتكلم معاك تعطيك الأمور مقلوبة. لأن أنا ملي مشيت لإسبانيا كان الزيارة ديالي حزبية ومؤدات من الحزب وتحولات سياسية بفعل أمور أخرى، ولهذا الذهاب كان على حساب الدولة فعلا لأن تحولات سياسية، من الرجوع كان على حسابي والإقامة هناك كانت على حسابي. والسبب علاش بعض الإخوان ما دخلوش اللقاء هو أن القانون الإسباني تيمنع الناس يوقفوا في القاعة ديال المحاضرات، والناس اللي نظموا المحاضرة قال لك يلا نقدروا ندخلوا.